وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. مساء الخير سيد مبارك. إذا تتعدد التسريبات وتتكاثر يوما بعد يوم لأجندات قطرية مشبوهة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. بعد هذه التسريبات التي تدين الدوحة أكثر فأكثر، إلى أين تتجه قطر في ظل قرب انتهاء المهلة المحددة لمطالب الدول المقاطعة؟ خير لك أختي وركافة الأخوة المشاهدين. تتجه قطر إلى العزلة التامة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن محيطها العربي بأكمله، مؤكد أن النظام القطري لا يزال في غية ولا يزال يصر على نهجه العبث السياسي العبثي، ولا يزال الحقيقة غير آبه بالرسائل. أنا أسميها لا تزال الخطوات الخليجية تعتبر رسائل لنظام الحكم في قطر، ولم يفهم هذه الرسائل حتى الآن بالشكل الواضح. مؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي والشقيقة مصر لديها خطوات أكبر وأكثر إيلام لقطر، لكنهم حتى اللحظة يتريثون في هذه الخطوات ويدركون أن السبيل لا يزال متاح لقطر لتراجع سياستها. لكن وبكل أسف نظام قطر مصر على الاستمرار في هذا المنهج، ومصر على الاستمرار في تنفيذ الأجندة الموكلة إليه والهادفة إلى تخريب المنطقة الخليجية وإلحاقها بالفوضى الهارمة التي تعج في العالم العربي. مؤكد نظام قطر لديه أجندة ولديه مشاريع ينفذها على أكمل وجه تنفيذا لمشاريع الاستعمار العالم وتنفيذا لمشاريع أعداء المنطقة الإقليميين، سواء في طهران أو في أنقرة أو في تل أبيب أيضا. نحن نعلم أن قطر الآن تمد يد العون لإيران وتتعاون عسكريا مع تركيا وتقيم أفضل العلاقات الاقتصادية والسياسية مع تل أبيب، وهذا الثالوث هو من يخطط ويستهدف أمن دول المنطقة العربية، وهو من يعبث ويثير الفوضى وتسبب في نزوح ملايين المواطنين العرب عبر العالم العربي من خليجه إلى محيطه، وهو من تسبب أيضا في إراقة الدم العربي في العواصم والمدن والقرى العربية، وهو من تسبب حتى هذه اللحظة في استمرار طائرات القصف وعرباء والعرب والسيارات النسف والتفخيخ والهجمات الانتحارية. كل ذلك لأجل أن تقول قطر أنني موجودة غير عابئة بالأمن العربي وبالمواطن العربي ومستقبل العالم العربي. نعم سيد مبارك، في حين يصرح المسؤولون في الدوحة بأنهم من الممكن أن يبحثوا المطالب في العلن، يأتي الرد بالرفض أو حتى التقليل من أهمية هذه المطالب على لسان مذيعين ومذيعات في قناة الجزيرة بعد تسريب قائمة المطالب إليهم. ما الذي يمثل ذلك في رأيك؟ هل هو أن الجزيرة تحولت إلى لسان الموقف القطري الرسمي؟ أولا دعنا نوضح بأن المطالب التي أرسلت وهي شروط الحقيقة، ولا أسميها مطالب، هي شروط خليجية يجب على قطر أن تنفذها، ليست مطروحة للنقاش وليست مطروحة للتفاوض، هي باكج كامل وحقيبة كاملة يجب على قطر تنفيذها وغير مطروحة للتفاوض حول هذه المطالب التي يجب على قطر أن تنفذها كاملة ودون تمييز. ليس هناك مهم وليس هناك أهم، هذه هي شروط على قطر أن تنفذها لتعود مقبولة في محيطها الخليجي العربي. على قطر الآن أن تدرك أن هذه المطالب التي أرسلتها دول الخليج العربي ما هي إلا خارطة الطريق للدوحة لكي تعود لمحيطها، وليست مجال للنقاش وليست مجال للمفاوضات. مسألة أن يأتي النقاش والتشكيك من قبل الأبواق الإعلامية القطرية، هذه المسألة اعتدنا عليها كثيرا وخبرنا دواخلها وما الذي تريد الأبواق الإعلامية. وبالمناسبة أن قطر
عندما تجاهلت قناة الجزيرة أو توقفت قناة الجزيرة عن انتقاد دول مجلس التعاون قبل سنتين تقريبا، افتتحت قطر العديد من القنوات والمحطات والإذاعات والمواقع الصحف والمواقع الإلكترونية، وأكملت من خلالها انتقاد وتناول الشأن الداخلي الخليجي، بمعنى أنها أغلقت أبواب أغلقت نوافذ وفتحت أبواب من العبث على دول مجلس التعاون الخليجي، ولا زالت حتى هذه اللحظة عندما عادت الجزيرة لتنعق بإشاعة الفوضى ومحاولة تناول الشأن الداخلي ما هي إلا تنفيذ لرغبات دفينة داخل نفس نظام الحكم القطري، سواء نظام الأب أو وزير خارجيته أو حتى نظام الأمير تميم المغلوب على أمره، والذي بات أداة في يد الحمدين وبات واجهة صورية، يؤكد أن القرار في قطر مختطف تماما، بل إنه يكاد يكون متنازع تماما. قرار الدوحة هو متنازع بين نظام الأب السابق وبين نظام الابن الشيخ تميم، وكل منهم يسعى بأسلوب لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، غير عابئين بمصلحة دولة قطر وغير عابئين بمصالح الشعب القطري ولا بثروات الشعب القطري المنهوبة حتى هذه اللحظة. مليارات، مئات المليارات من الريالات القطرية لم يستفد منها المواطن القطري، بل رأينا المواطن القطري يأتي ليسكن في الأحساء وفي محافظات السعودية وليتبضع أيضا من الأسواق السعودية بسبب ارتفاع الأسعار لديهم، غير عابين بمصالح المواطن القطري الحقيقية. نعم، بالتطرق إلى ما صرحت به مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن بالأمس حول تمويل قطر للإرهاب، وهو تصريح لا يصدر للمرة الأولى من مسؤولين في الولايات المتحدة، إلى أي حد من الممكن أن تشكل هذه التصريحات عامل ضغط إضافي على الدوحة للقبول بالمطالبات والتوقف عن تمويلها للإرهاب ودعمه؟ قطر الآن تدرك أنها باتت أمام العالم بأكمله، حتى الدول التي تقتات من المال القطري تدرك في قرارة ذاتها وفي حكمها أن الأزمة تكاد تكون محسومة تماما بحصر قطر نهائيا وبتحجيمها وبتقطيع أوصال النفوذ القطري الذي كان يعبث في المصالح العربية. التصريحات الأمريكية تتزايد وتتأكد من خلال اصطفاف الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها السياسي المعلن والواضح والصريح، برغم ما يثيرها الإعلام القطري، لكن المصالح الأمريكية بغض النظر عن المواقف السياسية، لكن المصالح الاقتصادية أيضا للولايات المتحدة الأمريكية ولروسيا، بل حتى المصالح الاقتصادية لتركيا ذاتها هي مع اصطفافها مع دول مجلس التعاون الخليجي. بالمناسبة هناك خطوة مهمة جدا لو اتخذتها دول مجلس التعاون لتم خنق قطر نهائيا، لكن هذه الخطوة ستكون لاحقا عندما تنتهي المهلة الاثنين القادمة. أنا أرشح أن تعمل دول مجلس التعاون لهذه الخطوة بالتنسيق أيضا مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية وفي روسيا وفي فرنسا وبريطانيا، مؤكد أن هذه الخطوة وغيرها من الخطوات ستخنق قطر وستعلن وفاة النظام القطري نهائيا. لكن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أن هدفها ليس إفناء النظام القطري وليس تغييره، بقدر ما هو تغيير سلوك هذا النظام وإعادة تأهيله ليتواكب مع المنظومة الخليجية. نعم، من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي، شكرا جزيلا لك.